بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على راديو الرابعة. علمتني الحياة، كثير منسمع هالكلمتين ومنسمعهم من عموم الناس، وأحيانا منسمعهم أيضا من قادة كبار مميزين بيعترفوا أنه مسيرتهم هي مسيرة علم وتعلم. نعم، التعلم من مشاكل الحياة والأحداث والمواقف، فمن يعترف أنه الحياة علمته يعترف ضمنا أنه هو دفع الثمن لقاء هذا التعلم. شو هو هذا الثمن؟ أنا برأيي وسأتكلم عن ثلاثة عوامل فقط: الوقت والمال والشعور بالغضب. هني ثلاثة أساسيين في عملية التعلم. علمتني الحياة أنه الوقت ثمين جدا، ولا يجوز أنه نصرف الوقت هنا وهناك من دون أي هدف وبشكل عشوائي. لا يجوز أيضا أن نستخدم الوقت في اللهو الدائم والسهر الدائم والندم الدائم. كمان علمتني الحياة أنه المال مهم جدا، وأهمية المال أنه بيجعلك مستقل ماديا وقادرا على إدارة حياتك من دون أن تستجدي مساعدة الناس ماديا. علمتني الحياة أيضا أنه لازم حافظ على مالي لاستخدم هذا المال في أيام الشدة، تيمنا بالقول الشعبي المعروف: خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود. كمان علمتني الحياة أنه الغضب هو مصيبة من مصائب الدنيا، هو السبب الرئيسي وراء الفشل واليأس والتخلف والثأر. الغضب هو مضيعة للوقت والمال والسعادة الحقيقية. احذروا الغضب. انتهت الفكرة. هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة.